معنا الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. تحياتي لحضرتك دكتور يسري. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. طيب خليني اعرف من حضرتك، زي ما قلنا هذه ازمه بتتكرر كل سنه عندنا، ويمكن كان حصل بسببها كوارث في السنوات الماضيه. السنه دي كان هناك يعني اجراءات احترازيه، وتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات عملتها وزاره الري واجهزه الدوله لمواجهه هذا الامر وهذه السيول. كلمنا اكثر عن الاجراءات اللي تم اتخاذها، وايضا كميه المياه اللي تم تخزينها ومدى الاستفاده منها في الوقت المقبل ان شاء الله. طيب لو هنتكلم عن تاريخ السيول في مصر، هو في منتصف السبعينات ابتدت تضرب البلاد موجات سيول متعددة على فترات مختلفة، بفترة زمنية 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وهكذا. ابتدت حدتها تزيد قوي من سنة 2010، ويمكن لاحظناها جميعا في مدن جنوب سيناء وسانت كاترين بالأخص. من هذا التاريخ وابتدت الدولة تولي عناية بموضوع السيول بشكل كبير جدا، حتى الموجة اللي هي ابتدت في عام 2015، يمكن شفنا أمطار شديدة منهمرة على الساحل الشمالي في منطقة غرب الدلتا، أمطار وصلت لحد السيول على سطوح الجبال البحر الأحمر في اتجاه النيل وفي اتجاه البحر الأحمر ناحية مدن جنوب سيناء. الدولة ابتدت تهتم بهذا وتخصص ميزانيات عالية. يمكن وزارة الموارد المائية والري باعتبار أنها هي المسؤولة، فيها قطاع التوسع الأفق والمشروعات وقطاع المياه الجوفية، هو المعني بهذه بالأعمال الحماية وأعمال إنشاء البحيرات التخزين، ونقدر نقول أن هي خزانات الأرضية وخلافه. إحنا بنعمل إيه في الوزارة؟ هناك اتجاهين. السيول بتأتي من سلاسل جبال البحر الاحمر، بتاتي على النيل، بتاتي على شرق النيل، وفي سيول بتاتي غرب النيل وبتيجي بتروح جنوب سيناء. عندنا مقرات سيول انشاتها الوزاره عشان تتلقى وتاتي وتستقبل مياه السيول اللي هي بتاتي في المسارات الطبيعيه في الوديان، بيستقبلها ونحول بدل ما تهدر بتجري على المصارف وعلى المجاري المائيه بامكان الاستفاده منها. طب احنا الوزاره بتطهر مجاري السيول والمخرات، الوزاره بتعمل سدود اعاقه لتهدئه هذه سرعه السيول، ده بياخد ميزانيات على مدار السنوات اللي فاتت وصلت لنص مليار جنيه. يمكن السنه دي في ميزانيه 18 19 هناك اكثر من 413 مليون جنيه لاعمال تطهير المجاري المائيه في الصعيد وهكذا. نيجي نتكلم على مدينة سانت كاترين والمدن في شبه جزيرة سيناء في جنوب سيناء والبحر الأحمر وحتى كمان في مرسى مطروح. هناك أعمال حماية زي سدود إعاقة زي ما قلنا وبحيرة تخزين. هو خلال السنوات اللي فاتت الماضية هو تم إنشاء ما يزيد عن 190 نقدر نقول بحيرة تخزين جبلية، ودي لها أكثر من ميزة. بحيرات التخزين الجبليه نقدر ناخدها في بعد سياحي اللي هي التنميه السياحيه والمستدامه في شبه جزيره سيناء وفي جنوب سيناء بالذات، اللي هم بييجوا يعملوا نقدر نقول اللي هي سفاري وخلافه، ممكن يطلعوا يتفرجوا عليها، بتدي منظر جميل جدا. انا عاصرت هذا الكلام بنفسي وكانت حاجه اللي هي البحيرات اللي بيتم يعني عملها من خلال تجميع المياه. ايوه البحيرات بالظبط كده، البحيرات هي بتبقى عباره عن مجموعه بحيرات، وبحيره بتسلم بحيره وراها وكان زي شلالات كده جميله بتدي منظر، بالاضافه لانها في المكان نفسه هناك تجمعات بدويه من اهالينا في سيناء بتستفيد من هذه المياه، في زي ما حضرتك قلتي في مياه شرب، في نشاط زراعي رعوي حوالين هذه المياه. طيب المياه اللي بتنزل بقى من الجبال ومن بعد البحيرات وهكذا، هناك فائض مياه بتفيض وبتنزل، طب بتروح فين؟ بتجري حضرتك في الوديان الطبيعيه، قد تعدي على طريق سانت كاترين الرئيسي، هناك اكثر من وادي فرعي بتتجمع المياه فيها ثم تاتي الى الوادي الرئيسي بكميات مهوله. هناك سدود سد ابو الاخضر، سد وادي سباف، ثم في سد وادي الاسماعيليه، يمكن احنا شفناه اللي احنا شايفينه امام حضرتك دلوقتي دوت، في السيل اللي حضرتك وصل للاسماعيليه هناك والنبي صالح، وقدرت السدود انها تغدو وتحد من شدته وتحمي اهالينا في التجمعات البدويه المحيطه. عندنا بالاستعانه والتعاون اللصيق مع المحافظه وغرفه عمليات والازمات في محافظه جنوب سيناء، بيتم التنسيق على مدار الساعه
حتى يتم الاستعداد التام لمجابهة هذا الكلام. احنا بنستكمل خلال هذا العام اعمال حماية زي ما حضرتك شايفاه في اكثر من مدينة، مدينة دهب ونويبع وسانت كاترين، في كل مدن 8 مدن في جنوب سيناء بيتم عمل اعمال حماية. حضرتك احنا يمكن الاعمال الحماية ديت بتصل لمليار و7 من 10 جنيه في خلال ميزانية هذا العام، في مليار و100 مليون و600 مليون اعمال استكمالات من الاعوام السابقة، العام المالي السابق والعام المالي اللي قبله، على اساس نبقى مستعدين ونجابه. طيب هل احنا محميين بدرجه قويه جدا بدرجه 100%؟ خلينا نقول احنا بنعمل كل ما علينا، لان التغير ونمط التغير بتاع التغيرات المناخيه بيتغير من مكان لمكان حقيقي، احنا نظرا ومن عام لاخر يعني مش نفس التغيرات بتبقى موجوده في نفس المكان كل عام. بالظبط يا فندم. احنا بنعمل ايه في الوزاره؟ احنا بنعمل ايه في الوزاره؟ عندنا جهات بحثيه وعندنا فترات تكراريه لمعدلات السيل والسيول اللي بتيجي ديت، بيتم العمل على هذه الفترات وعلى يعني اخذها في الاعتبار في المقام الاول. بالظبط، احنا عملنا اقصى، عملنا بحد كبير جدا للحمايه. بشكرك شكرا جزيلا ايضا دكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزاره الموارد المائيه والري، شكرا جزيلا لك.